بالتأكيد الموضوع أكثر قد يكون في الكرة في الملعب الإسرائيلي من كونها في ملعب حماس، لاعتبار أن نتنياهو يتعاطى مع سياسة واضحة حول المراوغة الدائمة في هذا الجانب من خلال إضافة الشروط التعجيزية لهدف واحد وبسيط، هو استدامة هذه الحرب وهذا العدوان ضمن خطط نتنياهو الشخصية والليكودية تحديدا في المعادلة الإسرائيلية الداخلية. حركة حماس يمارس عليها الضغوط كما نتابع من كل الأطراف ومن أطراف عديدة، بينما لا تتم أي ممارسة لها علاقة بالضغوط على نتنياهو. بالعكس، الإدارة الأمريكية توفر الدفيع الكامل والدعم الكامل سياسيا ولوجستيا لنتنياهو للاستدامة في هذا العدوان. وبالتالي أكيد حركة حماس موقفها ليس بالموقف السهل لحالة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وبالتالي كل المستويات القيادية السياسية في الحالة الفلسطينية في موقف صعب جدا وحساس جدا أمام هذه العنجهية، وأمام حتى ما يرتع من خلافات ما بين المستوى الأمني المفاوض وما بين نتنياهو. وأعتقد ما هي إلا فقاعات إعلامية في هذا الجانب، لأن نتنياهو يعرف تماما أن الوفد ممنوع من أن يقرر في أي شيء نعم دون العودة له، وهو الوحيد الذي يقرر في ذلك.